تقدروا تقولوا جاني اكتئاب حالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الأونة الأخيرة ديال 50 اللي دازت لاحظنا التغيير ديال الانترنت بشكل كبير، وحنا مازال حتى كاع ما استوعبنا هاد التكنولوجيا اللي واصلة ليها دابا. اي كيفاش انك انت في هاد القارة وتقدر تدوي صوت وصورة مع واحد في قارة اخرى وتتبادلوا نفس الاحاسيس، وهادشي اللي كنتي قلتي شي واحد في التسعينات كان غيضحك عليك. وبالرغم من كاع التطور والعلم الحاصل بيننا، خرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وبدل لنا هاد المفهوم تماما فكرة الميتافيرس. مرحبا بكم، انا محمد كوفافي، وفي هاد الفيديو ان شاء الله غنجاوبوا على الشركة ديال فيسبوك بدلت الاسم ديالها وشنو التأثير ديال هادشي في المستقبل. انت اول مرة تدخل القناة تنساش تشترك وتضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم. نبداو. مؤخرا سمعنا ان الشركه ديال فيسبوك بدلت الاسم ديالها الميتا، او بمعنى ادق الميتافيرس، وفي نفس السطر اسم ميتا هي كلمه يونانيه الاصل، الترجمه ديالها هي الما وراء. وهذا الاسم يقدر يبان لك بسيط، الا انه كيهز من وراه مجموعه ديال الخبايا والاسرار اللي غتقدر تغير العالم كامل اللي حنا عايشينه. وشحال من واحد فيكم غيكون سامع بحال هذه المصطلحات، مثلا علم الطبيعه او الفيزياء، اللي هو علم اللي كيرصد ويدرس الظواهر الملموسه اللي حنا كنشعروا بها في الطبيعة. وكاين علم تاني اللي هو الميتافيزياء أو الميتافيزيقا، وهذا العلم كيدرس الظواهر اللي انت ما تقدرش تفهمها تحت المصطلح الفيزياء. والمقصود من الاسم الجديد ديال فيسبوك ميتا هي ما وراء، وفيرس هي العالم، اي ما وراء العالم اللي احنا كنعيشوه. وهذا التغيير بطبيعة الحال ما جيش من فراغ، لان شركة ديال فيسبوك صرفت ملايين الدولارات، ويقدر الرئيس التنفيذي ومالك شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يشري شركة ديال اوكيولوس، وهاد الشركة هي اللي كتصنع لي كاسك الواقع الافتراضي، اي بحيث انك الا درتي دوك لي كاسك غادي تعيش في واحد العالم خيالي وتستجمع بشكل كبير بحال عايش في الواقع. وزيادة على ذلك، قدر مارك يوظف عشرات الالاف ديال المطورين والمبرمجين اللي غيخلقوا البيئه ديال هذا العالم الافتراضي اللي غيكون العالم الثاني ديالنا في المستقبل. اللي بغى ياخذ فكره على هذا العالم الافتراضي مع اللي غيتفرج فيلم ريدي بلاير 1 اللي كيدور الاحداث ديالو بشكل كبير على هذا الميتافيرس. وكنلاحظوا ان ماشي غير فيسبوك اللي استثمرت في هذا المجال، بل حتى شركات كبار بحال جوجل، مايكروسوفت، امازون ونايكي للاحذيه، باش تعرفوا ان الموضوع ماشي ديال الضحك، بحيث انك في هذا العالم الافتراضي غيخص غير ديال الكاسك الواقع الافتراضي وغادي تقدر تعيش فيه ساعات طويله بلا ما تمل او تعيا، بل تقدر ايضا تخدم وسطو، تقرا فيه وتسافر وتلعب ودير علاقات مع ناس ماشي حتى في نفس الدوله اللي انت فيها، وتحس بهم ويحسوا بيك. واش اللي كيزيد يخلع في هذا الشيء هو ان الفيسبوك قدروا اخترعوا واحد الليغات تقدر من خلالهم تقيس وتحسس الاشياء في العالم الافتراضي اللي هو الميتافيرس. بحال مثلا تقدر تسلم على شي شخص افتراضي وتحس به، ولا تلعب مثلا بلي دومينو ولا الشطرنج، تقدر تحس بداك الشطرنج اللي انت كتهزو. ولكن انا دققنا مزيان غادي نحسوا بان الميتافيرس كانت عايشه معنا شحال هادي وحنا ما جايبين الدنيا خبار، وما غيفهموني غير الدراري اللي كانوا تيلعبوا بابجي وفري فاير وفورتنايت. اي ان اللعبه تتمنحك واحد الشخصيه افتراضيه اللي انت كتحكم بها داخل واحد العالم افتراضي اللي انت كتختار، وكتبقى تقاتل مع ناس اخرين حقيقيين وتجمع الغنائم لساعات طويله بلا ما تعيا ولا تمل، باش في الاخير تفوز باللعبه. وخلاصه القول وخذوها نصيحه مني، ما تحاولوش تتعلقوا بهادشي اللي غيجي مننا لقدام ان شاء الله، لان كما كتعرفوا فيسبوك فيها بعض الشروط والحقوق خاصك تحترمهم، بحال مثلا لا عيرتي شي واحد ولا لا قلتي شي حاجه ما عجبتش فيسبوك فغتقدر توقف لك الحساب ديالك لمده تزيد عن 30 يوم، ما تقدرش تستعمله بعض المرات، تقدر توقفوا لك مدى الحياه طبيعة الحساب. وخير دليل هو ان الحمله اللي كانت دارت بخصوص خوتنا لفلسطين، شحال من واحد كان عارفو تضامن معاهم تم التوقيف ديال الحساب ديالو من طرف فيسبوك، لان فيسبوك شي سبب من الاسباب كان ضد الحمله اللي دارت على قبل خوتنا لفلسطين. ولا بغيتوني ندير فيديو بهذا الخصوص تقدروا تقولوا عليا في التعليق.
ودابا غنحكي لكم على التجربه الشخصيه ديالي في مخاطر هذا العالم الافتراضي، لانني كنت واحد الشخص متعلق بلعبه ببجي لمده 3 سنوات وصار فيها مبلغ مهم ديال الفلوس. فاذا بي واحد الليله كنتفاجئ بعطب وقع في اللعبه وتم الغلق ديال الحساب ديالي بدون سبب. ما قدرتش تخيل الخد باش حسيت ديك الوقيته، تقدروا تقولوا جاني اكتئاب حاد لولا ان اللعبه تتدارك الموقف وترد ديال الحساب ديالي في الاخير. وهذه كانت نظره بسيطه على شنو وقع غير في لعبه، فما بالك عالم افتراضي على قدو. كما قلنا من قبل تقدر تخدم فيه وتسافر فيه، تقرا، دير علاقات واحاسيس اخرين اللي غيكونوا بمثابه العالم الثاني لينا. اي ان لم حتى تم الحظر ديالك او اغلاق الحساب ديالك، فانت هكا ما تقدرش تعيش هذا العالم مره اخرى، لانك ببساطه غتكون داخل ليه بمعلوماتك الشخصيه، مثلا البطاقه البنكيه او لاكارت ناسيونال وكاع داكشي الخاص بك. اي الا مشيتي تمنعتي منه ما غيمكنش تعاود ترجع ليه، وغيقدر في هذه الحاله يجيك اكتئاب حاد، تقدر تنتحر كاع، حيت فيسبوك ناويه تستولي على العالم بهذه التكنولوجيا. داكشي علاش لما درتيش داكشي اللي قالت ليك غتحرمك منه. لهذا نصيحتي لكم ما تتعلقوش بهادشي بزاف، وحاولوا تعيشوا حياتكم الطبيعيه اللي خلقكم الله عليها وتستمتعوا بها، لان في الاخير ما غنعيشوش بزاف وغنمشيو كلنا عند رحمه الله. وكا الخوت نقدروا نكونوا جاوبنا على شويه من بزاف ديال شنو غيوقع ان شاء الله من هنا للقدام، ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا. كان اول مره تدخل القناه ما ينساش يشترك ويضغط على زر الجرس وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم. ولا كان عندك سؤال ضرك في راسك فما عليك تخلي لي في كومنتيرات ولا في فيسبوك ولا في الانستغرام، ان شاء الله نجاوبكم عليه. تلقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.